ليس العرضية وفي التغطية ولا زالت ودادية بديع بديع يا بديع يسدد ويتابع الكرة الأولى هنا من مبنزا والكرة الثانية من بديع على أوك الكرة البينية في مبنزا في مبنزا العرضية والتوك تابعناه في المباراة الأولى الأربعة واحد أربعة واحد أم يغير اليوم بالأربعة اثنين ثلاثة واحد في ظل عودة رضا الجالي غليسون داخل منطقة الجزاء والتكنوت مستوى التنشيط الدفاعي ومن وسط غير اسمه بيدرو بينتو ما أجمل الصورة على جهته اليمنى حذاري من التسديد ولكن هنا مرت جانبا عن مرمى الحارس أحمد رضا التكنوتي التسديد التي يلعب عليها كثير الاحتفال بالكرة القد خاصة لما يرجع بنتيجة إيجابية وهذا الأمر شفناه في مباراة بالوزداد نعم اللي كانت فيها الإثارة حاضرة حتى الثواني العودة يحيى عطية الله والكرة تلمي المراوغة الحسوني رايع قنطرة هنا للحسون ويخرج في المرتدات مستغلا المساحات منقولة بشكل سليم التسديدة ولكن مرت عالية بعد ذلك على حارس المرمى أحمد رضا تاغناوتي النقطة التي تكلمنا عنها مشاهدينا الكرام يبحث عن التسديد يبحث عن التسديد التسديدة والهدف الأول التسديد والهدف الأول لفائدة فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي في هذه اللحظات عن طريق اللاعب غليسون هذا ما حذرت منه أن ندخل في الحسابات يا لاعبي الوداد هناك خطأ يقول عنه الحكم غوميز في هذه اللحظة الكرة ترفع الرأسية جول 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 محمد فرحان نعم فرحان يفرح الجماهير الودادية فرحان يفرح الجماهير الودادية